الحمد لله الذي أعطى ومنع وخفض ورفع وفرق وجمع ووصل وقطع. الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى وأوجد وأفنى. الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. الحمد لله حمداً طيباً مطيباً. الحمد لله ولا نحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. ما ضرنا بعد السماء وإن علت، ما دمت يا رب السماء قريب. أتضرنا أبواب خلق أغلقت، والله نطرق بابه فيجيب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد جميعًا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أكمل الخلق من بدو ومن حضر، يا خير من جاء للدنيا وما فيها، صلت عليك قلوب أنت تسكنها وسلم الناس قاصيها ودانيها. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، يقول ربنا عز وجل: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. لقد عني الإسلام بمرحلة الشيخوخة، وهي مرحلة طبيعية من مراحل حياة الإنسان، فقد أشار سبحانه إلى المرحلة الجنينية والمرحلة الطفولية ومرحلة بلوغ الأشد، وتشمل مرحلة الشباب والكهولة، ثم مرحلة الشيخوخة، ثم لتكونوا شيوخا. والشيخوخة مرحلة ضعف، قال تعالى: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالأيام ومضي الأعوام وعوامل النحت تعمل عملها في الإنسان. وقد عبر عن ذلك نبي الله زكريا حينما قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هذه طبيعة الإنسان، أن يهن عظمه وتضعف قوته وحيلته ويفتقر إلى معونة غيره. ومن الشيخوخة مرحلة متأخرة سماها القرآن الكريم أرذل العمر: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وأرذل العمر كما قال ابن عباس أردعه. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ بالله من أمور خمسة، فقال: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن،
وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى أرذل العمر فينسى بعد تذكر، ويضعف بعد قوة، ويصبح كلاً على غيره. وبنتا الرجل الصالح شعيب قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى، فأبونا شيخ كبير لا قوة له على السقي، فلذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنم، فليس فينا قوة نقتدر بها، ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء. وإخوة يوسف قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قالوا مستعطفين ليوفوا بعهد أبيهم: إن له أبا شيخا كبيرا، أي كبير القدر، يحبه ولا يطيق بعده. هذا هو شأن من شأن الكبير وقدره في كتاب الله. نعم يا عباد الله، لقد جاء دين الإسلام بخلق البر والإحسان للشيوخ وكبار السن، ورعاية حقوقهم وتعاهدهم، وعد هذا الأمر من أعظم أسباب التكافل الاجتماعي ومن جليل أعمال البر والصلة. ذلك أنه عندما يتقدم العمر ويهن العظم ويشتعل الرأس شيبا، يحتاج الكبير إلى رعاية خاصة واحترام وتبجيل وحسن صحبة ومعروف. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود، وهو حديث حسن صحيح، وفي رواية: ويعرف حق كبيرنا. الشيوخ والكبار يا عباد الله لهم فضل في الإسلام، ولهم حقوق وواجبات تحفظ قدرهم، فالخير والبركة في ركابهم، والمؤمن لا يزاد في عمره إلا كان خيرا له. قال صلى الله عليه وسلم: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. وفي الحديث: وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. رواهما مسلم. وكبار السن الصالحون خير الناس. فعن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. لأن من طال عمره ازداد عمله وإنابته ورجوعه إلى الله. والشباب شعبة من الجنون، فيزداد الرجل في الشباب في الشهوات واللذات، والشيخوخة موجبة للخير والزهادة في الدنيا. دخل سليمان بن عبد الملك، دخل مرة المسجد، فوجد رجلا في المسجد كبير السن، فسلم عليه وقال: يا فلان، تحب أن تموت؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فأنا إذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي هذا. كبار السن أهل تجربة وخبرة ومعرفة ببواطن الأمور، عركتهم الحياة ودربتهم المواقف وأنضجتهم الأحداث، ففي صحبتهم بركة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الخير مع أكابركم. وفي رواية: البركة مع أكابركم. فالبركة مع أكابركم المجربين للأمور والمحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. إجلال الكبير من خلال احترامه وتوقيره. قال صلى الله عليه وسلم:
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود بسند حسن. إن من إجلال الله أي تبجيله وتعظيمه إكرام ذي الشيبة المسلم، أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك. كل هذا من كمال تعظيم الله لحرمته عند الله، ويظهر ذلك التوقير والاحترام في العديد من الممارسات العملية الحياتية. فمن إجلال الكبير بدءه بإلقاء التحية والسلام عليه. قال صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي. رواه البخاري. ومن إجلال الكبير الابتداء به وتقديمه في الأمور كلها كالتحدث والتصدر في المجالس والبدء بالطعام والجلوس وغير ذلك. فالأولى في الصلاة أيضا أن يلي الإمام مباشرة كبار القوم وذو المكانة والمنزلة العلمية والعمرية أهل العقول والحكمة. فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح منا مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. رواه مسلم. ومن إجلال الكبير تقديمه في الكلام، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحدث عنده اثنان بأمر ما بدأ بأكبرهما سنا وقال: كبر كبر. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقال لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومن إجلال كبير السن في الحديث مناداته، مناداته بألطف خطاب وأجمل كلام، وليس من أدب الإسلام الاستخفاف بالكبير أو إساءة الأدب في حضرته أو رفع الصوت بحضرته أو في وجهه بكلام يسيء إلى قدره وعمره. روى الشيخان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. ومن إجلال الكبير الدعاء له بطول العمر في طاعة الله والتمتع بالصحة والعافية وبحسن الخاتمة. ومن بر الوالدين الدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن إجلال الكبير أن يعيش مكفول الحاجات المادية، يوفر له غذاؤه ودواؤه وملبسه ومسكنه. وأولى الناس بالاهتمام بهذا أسرته وأولاده، فكما رباهم صغارا يجب أن يكفلوه كبيرا. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا يجوز لأبنائه وذويه، ولا يجوز لهم بحال أن يفرطوا في هذا الواجب ولا أن يمنوا على والديهم بهذا، فهي نفقة واجبة وحق مؤكد. معاشر الأبناء، معاشر الأبناء، معاشر البنات، لقد أوصى الله في القرآن بالوالدين وخص بالذكر
حالة بلوغ الكبر، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نهى تبارك وتعالى في هذه الآيات عن أمرين: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الأف مجرد التأفف والتضجر، والنهر هو الزجر. وأمر سبحانه بثلاثة أمور: وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمر بالقول الكريم اللين وخفض الجناح والدعاء لهما: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني ادعو لهما في حياتهما وبعد موتهما. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول لها: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وإذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك، فالله الله بالكبار وبالوالدين خاصة، إذا كبرا وشاخا واحتاج إليك فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت فكما تدين تدان. اللهم وفقنا للصالحات والأعمال الباقيات، اللهم آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى وسلم عليه الله. أما بعد، عباد الله، يقول ربنا جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها الإبن البار، احرص على مراعاة مرحلة الكبر للوالدين، وتذكر أنك وإن كنت قوياً الآن فستعود يوماً إلى ضعفك الذي كنت عليه، فلا تتكبر عليهما لأجل منصب أو زوجة أو غير ذلك. واعلم رعاك الله أنك إذا أكرمت شيخاً وأنت شاب جزاك الله من جنس عملك، فهيأ لك وأنت شيخ من يكرمك وأنت في حاجة إلى الإكرام. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم زكِّ نفوسنا، وطهِّر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واجعلنا ممن طاب ذكرهم وحسنت سيرتهم واستمر أجرهم في حياتهم وبعد مماتهم. اللهم افتح لنا أبواب الخير كلها، وأغلق عنا أبواب الشر كلها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي. اللهم إنا نحبك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، أعطنا ما تمنينا وفوق ما تمنينا من خيري الدنيا والآخرة. آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وانصر جنودنا على الحدود. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان،
اللهم يا سميع الدعاء ويا واسع العطاء، جملنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر عملا صالحا ترضاه. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع إخواننا وأقاربنا والمسلمين. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اغفر لمن بنى هذا المسجد وذريته وآل بيته، واغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبينا وحبيبنا ووالدينا ومن نحب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.